سيدنا، ممكن تقول لنا عن الرحلة بتاعتك اللي يمكن 3 أيام شغلت تاريخ وفكر المطران سني إبراهيم عازر مطران الكنيسة اللوثرية؟ وعرفنا إن حضرتك كمان بعد الزيارة لمصر هيبقى في زيارة لألمانيا ثم العودة مرة أخرى لأهلنا في فلسطين. ممكن تكلمنا على الزيارة لمصر ولقاء إحدى القيادات الكنسية النهاردة وأول امبارح، والتواصل اللي موجود ما بين الكنيسة في مصر والكنيسة في فلسطين؟ أنا في البداية سعيد جدا إني أكون الأيام هاي في مصر، سعيد جدا بلقائي مع الأسيس رفعت. لقاءاتنا هي بتتمثل بلقاءات مش كنائس مع بعض، بل لقاءات أخوة ولقاءات محبة، لقاءات اللي بتربط وبتبني الكنائس مع بعضها البعض. أنا سعيد جدا بأن تكون الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأراضي المقدسة والكنيسة الإنجيلية في مصر على ارتباط كبير. إحنا كمسيحية بحاجة لبعضنا البعض، بحاجة دوما إنه نلتقي، يكون في عنا دعم في الوجود، دعم في الفكر، دعم في اللهو. بفكر كتير من المهم مثل ما تفضل القسيس رفعت التواصل على مستوى الكنائس مع بعض في مجالات عديدة مثل العدالة الاجتماعية، خدمة الدياقونية، خدمة الشبيبة، خدمة مدارس الأحد، كمان خدمة البيئة اللي احنا كمان ككنائس بنتعامل معها. مجالنا ككنائس ما بيكون مرتبط في اتجاه واحد بل باتجاهات عديدة. نتأمل إنه الوقت يكون أفضل من الوقت اللي بنمر فيه اليوم، إنه لقاءات ما بين أفراد الكنيسة مع بعضها البعض تكون متاحة، لأنه اللقاء بنشئ محبة، بنشئ أخوة، وبنشئ كمان مستقبل الكنائس مع بعضنا البعض. سيدنا، القضية الفلسطينية في ظل الظروف الوضع الراهنة، كيف ترى حل هذه القضية في الظروف اللي احنا بنمر بيها؟ القضية الفلسطينية هي قضيتنا، قضية الشعب العربي من أكثر من 100 سنة، والشعب الفلسطيني يتطلع لنيل حقوقه ونيل كرامته ونيل المعيشة بسلام وفي عدالة. قضيتنا احنا هي قضية بتتمثل في شعب اللي بيبحث عن الراحة، عن السلام، عن الأمن، عن المحبة. احنا كفلسطينيين ككنيسة من دين أي نوع من أنواع العنف والقتل، احنا بنحب يكون في مستقبل لأولادنا وأحفادنا في بلادنا. هذا بالنسبة لنا مستقبل القضية الفلسطينية، هو مستقبل أطفالنا وشبابنا وأولادنا. اللي بنتأمله إنه يكون في حل للجميع، حل بتمثل في إعطاء العدالة، إعطاء المساواة لكل الأفراد، وأيضا نبذ جميع أنواع العنف والقتل ضد الأبرياء وضد الإنسانية. وهذا أملي لشعبنا، إنه العنف يوقف، الحرب توقف، السلام
يعم أرض السلام وهي مهد المسيح ومهد الديانات السماوية.